احنا مشروعنا في يختص في طب الاعشاب والعطاره. طبعا مجال العطاره هو يعني ركن اساسي من ضمن يعني تراث الكويت اللي حفظ صحه الناس لالاف السنين. ونفتخر بفضل الله ان احنا نكمل مسيره العشابين الكويتيين اللي لهم اسماء يعني العجيل والغانم واسماء يعني اعلام في هذه المهنه، ولهم فضل عظيم على صحة أجدادنا منذ القدم. القرية ما شاء الله يعني أضافت لنا الكثير، مثل ما احنا قاعد نضيف لها يعني تخصص، أيضا أضافت لنا يعني الشعور بالتنوع والشعور ب يعني مثل ما قلنا الجو الجميل، الجو الكويتي الأصيل. وكذلك أنا أثني وبشدة على الشباب اللي قاموا بهذا الجهد الجبار، جهد عظيم جدا. يعني خلال فترة وجيزة قامت قرية يعني كأنها سبحان الله يعني ألف ليلة وليلة. يعني ما كنت أتصور أن خلال الفترة هذه ممكن ينجزون ويعني ويعطونها بالصورة الجمالية الرائعة. يعني بالفعل زارونا كثير من الشباب الخليجيين، يعني أيضا كانوا يعني زايرين الكويت للعلاج، فاستغربوا يعني شافوا شيء جميل جدا، قالوا يعني شيء رائع. يعني لما أقول لهم هذا قامت خلال 3 أسابيع قرية كاملة.